تأخرنا عليكم شوية. ومستعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها، وذلك بأن تحيض يوما أو يومين وتطهر يوما أو يومين إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر، وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي، فإنها لا تدري لعل ذلك طهر، فإذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما فهي مستحاضة. وبهذا القول قال الشافعي، وروي عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها، فإن ساوتها استظهرت بثلاثة أيام، فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة. وجعل الأيام التي وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له. غير معتبرة في العدد لا معنى له. الكلام ابن رشد، هذا الكلام يعني تقرير ابن رشد، الأصل هنا نقطة ثم كلامه تقريرا لهذه المسألة. فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض أو أيام طهر، فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم، وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم، إذ كان قد تخللها طهر، والذي يجيء على أصوله أنها أيام حيض لا أيام أصول طهر. أصول مالك. إذ أقل الطهر عنده محدود وهو أكثر من اليوم واليومين، فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى. والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين ثم يعود حتى تقضي أيام الحيض أو أيام النفاس، كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذه المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذا الباب الفقهي، وهو كتاب الحيض أو أحكام الحيض والاستحاضة، ويدخل في ذلك النفاس وغيره. وسبقت معنا المسألة الأولى في عدة أيام الحيض، وهنا أشار إلى هذه المسألة، وهذه المسألة تسمى مسألة الحيضة المتقطعة، تسمى الحيضة المتقطعة، وتسمى أيضا بأحكام التلفيق، سماها الإمام عبد البر في الاستذكار الحيضة المتقطعة. وقد أوضح المؤلف رحمه الله تعالى المسألة هنا غاية الإيضاح. وحاصل هذه المسألة، المرأة إذا جاءها الحيض وانقطع عنها، انقطاعا دون ما يسمى بأقل الحيض عند الفقهاء، فهل تجعل الانقطاع من قطع من الأيام تجعله من الطهر أو تجعله من الحيض؟ فمن قال تجعله من الطهر قال، وعنده قول في أكثر الحيض، قال تلفق عدد الأيام. إذا كان قوله أكثر الحيض
هو 15 يوما، فإذا حاضت يومين ثم انقطع يوم ثم حاضت يوم لفقت اليوم مع اليومين صار 3، وتمشي على هذا إلى أن تصل إلى أكثر الحيض. أما إذا انقطع الحيض لمدة أقل الحيض أقل الطهر فتكون التي بعد حيضة ثانية، التي بعد حيضة ثانية، يعني الذي يحدد أقل الطهر بخمسة أيام أو 8 أيام أو 10 أيام أو 15 أو 13 أو 17، نقول ب13 يوم، جاء الحيض وانقطع يوم ثم جاء وانقطع يومين ثم جاء وانقطع بعد ذلك 15 يوما اللي هو أقل زمن الطهر، ثم جاء الدم، فيقول هذه حيضة ثانية، يقول هذه حيضة ثانية، فإذا هذا حيضة متقطعة. أضاف يوم إلى يوم سماه التلفيق، سماه التلفيق، لكن يخصون هذا بإحكام الطهارة والصلاة لا بأحكام النكاح والطلاق. يعني يومين حيض ويوم طهر، تصلي وتصوم، واضح؟ لكن ثم يوم بعد ذلك حيض، هل تعد اليومين الأوليين حيضة أولى لعدة الطلاق مثلا؟ لا، يجعلون كله كالشيء الواحد في عدة الطلاق. الآخرون قالوا لا، قالوا الأيام التي انقطع فيها الدم هي طهر، ويسمى مذهبهم بمذهب السحب. فعندنا مذهبان، مذهب التلفيق ومذهب السحب. نعم، فممن قال بمذهب التلفيق مالك والشافعي في رواية في مذهبه، كذلك الإمام أحمد، ولم يقل بها أبو حنيفة. أبو حنيفة يقول بالسحب، وهي رواية في مذهب الشافعي، بل هو المشهور في نصوصه، وهو الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله. فمن جعلها أيام طهر أيام حيض، ما وجه ذلك؟ ما وجهه؟ قال لو جعلنا هذه الأيام أيام نقاء يكون بذلك قد جعلنا أيام الدم أيام طهر، لو جعلنا أيام النقاء من يعني انقطاع الدم، لما ينقطع الدم لو جعلناها من الحيض، إذن نجعل أيام الدم طهر، هل يصح هذا؟ جاء الدم وانقطع، إذا قلنا هذه الأيام التي انقطع فيها الدم هي أيام طهر، إذن هل يجوز إذا كان فيه الدم نقول هذا طهر؟ ما دام عندما يوجد الدم لا نسميه طهرا، فإذا انقطع الدم لا نسميه حيضا. وإذا جاز تسمية أيام النقاء من الحيض، إذا يتصور أن يجعل أيام الدم طهر، ما دام هذا يمنع فهذا كذلك يمنع. نعم، فأجاب الجمهور على ذلك ممن قال بمذهب السحب، على قولكم إذا تنتهي عدة المرأة في 3 أيام المطلقة، تنتهي عدة المرأة في 3 أيام، تحيض ثم تنقطع هذه حيضة واحدة، ثم تحيض ثم تنقطع هذه حيضة 2، ثم تحيض، على من يقول الحيضة العدة هي الأقراء هو الحيض، 3 أيام تنتهي الحيضة. فأجاب القائلون بالتلفيق أن هذا التلفيق إنما يعتبر في الطهارة والصلاة والطواف ونحو ذلك، ولا يعتبر في العدة والاستبراء والطلاق السني ونحو ذلك، هذا لا يعتبر.
وقالوا هذا استثناء ومحل إجماع، هذا الاستثناء محل إجماع لا يعتبر فيه التلفيق. نقل الإجماع النووي رحمه الله، نقله عن الغزالي في كتاب مجموع شرح المهذب. نعم. قال هنا الإمام عبد البر رحمه الله: ذهب مالك وأصحابه في الحائض لتقطع حيضتها، وذلك بأن تحيض يوما أو يومين، تطرق يوما أو يومين، إلى أن تجمع أيام الدم بعض إلى بعض. هذا مذهب مالك، وهي رواية أهل المدينة، هي رواية هذا القول رواية أهل المدينة عن مالك. وتلغي أيام الطهر، وتغتسل في كل يوم ترى فيه طهر أول ما ترى وتصلي، يعني تلفق، واضح. فإنها لا تدري الحمد لله لعل ذلك طهر، فإذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما، هذا أكثر الحيض عند مالك، فهي مستحارة بعد ذلك. طيب، وبهذا القول قال الشافعي كما سبق ذكر. وروي عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها، فإن ساوتها استظهر ثلاثة أيام، يعني إذا لفقت ووصلت إلى عادتها اللي هي كم؟ 7 أيام، ثم انقطع يوم أو يومين ثم جاء، تستظهر بثلاثة أيام على مذهب مالك. نعم. فإن قطع الدم وإلا فهي مستحار. ثم هنا تقرير الإمام ابن رشد في المسألة، قال: جعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له، يعني جاء الدم يومين ثم انقطع اليوم الثالث، هذا إما أن يسمى حيض وإما يسمى طهر. قال: فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض أو أيام طهر، فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم، ما دام هذا اليوم يسمى يوم حيض فيضم يومين مع اليوم يصير 3، وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم، فهذا طهر حيض مستقل وطهر جديد. نعم. قال: فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذ كان قد تخللها طهر، فيعتبر حيض جديد واستئناف طهر جديد. والذي يجيء على أصوله أي مالك أنها أيام حيض لا أيام طهر، إذ أقل الطهر عنده محدود وهو أكثر من اليوم واليومين، فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى. أقل طهر بين حيضتين كم عند مالك؟ أكثر من اليوم واليومين، الأقوال التي ذكرناها سابقا. وبالتالي ما دام الدم انقطع لأقل الطهر فسمي ذلك ماذا؟ حيضا، لأن أقل ما بين الحيضتين ليس اليوم واليومين. فالذي يجيء على مذهب مالك أن هذا من الطهر، والذي يجيء على أصوله يعني كان هذا من باب تخريج الفروع على الأصول، لكن تخريج الفروع على أصول فقهية. أصل مذهب مالك في المسألة هذه فقهيا، أصل مالك في هذه المسألة فقهيا أن ما بين الطهرين أكثر من يوم ويومين، أكثر من يوم. أقل الطهر 8 أيام، 10 أيام، 15 يوما، وبالتالي فتلك الأيام التي قطع فيها الدم سيرا على أصل المسألة الفقهية يعد حيضا. ثم كأنه يشير إلى الترجيح فقال: والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين،
لا يعني أنها المرأة طهرت، لا يعني أن المرأة طهرت، فقد يجري الدم وينقطع، لكن انقطاع ليس انقطاع طهر، وإنما انقطاع حبس، إن حبس ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض أو أيام النفاس، كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع. يعني ليس معنى الحيض أنه الدم يجري منذ مجيء الحيض إلى نهايته، وكذا النفاس. وهذا وجه ترجيح من ابن رشد رحمه الله تعالى في المسألة. فقوله والذي يجيء على أصوله، هذا فيه نوع رد على قول المالكية هاهنا، وكما ذكرت تخريج لفرع على أصل فقهي. تخريج الفروع على الأصول قد يكون على أصل أصولي وقد يكون على أصل فقهي. وقوله والحق إشارة إلى نوع من الترجيح. وهذا الصواب في المسألة هو ما رجحه الإمام النووي رحمه الله، وهو المشهور عند الشافعية وقول أبي حنيفة، ألا وهو القول بالسحب لا بالتلفيق، والعبرة ليس بانقطاع الدم بل بعلامة الطهر، ألا وهي القصة البيضاء أو الجفوف، واعتبار عادة المرأة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأما مسألة تقطع الطهر والحيض فهي لمن تدبرها ناقضة لما أصلوه في أقل الحيض والطهر. سبق أن ذكرنا أن بداية المجتهد ابن رشد هو نوع اختصار للاستذكار، ناقضة لما أصلوه في أقل الطهر، أقل الحيض والطهر وأكثرهما، فتدبرها تجدها كذلك إن شاء الله، فتدبرها تجدها كذلك إن شاء الله. نعم، هنا فائدة كنت أشرت إليها، وهو الاختلاف في انقطاع الدم هل هو حيض أو طهر، إنما هو في الصلاة والطواف والقراءة والغسل والاعتكاف والوطئ ونحوهما، ولا خلاف أن النقاء ليس طهرا في انقضاء العدة وكون الطلاق سنيا، بل قال الغزالي كما نقل عنه الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أنه لا يجعل كل يوم طهرا كاملا، لا يجعل كل يوم طهرا كاملا. نعم، نعم، اقرأ. قال شيخنا الوائلي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال: هذه مسائل وحوادث تحدث فيقول فيها العلماء بقولهم اجتهادا، وليس هناك أدلة للترجيح فيها، يعني أدلة يعني فيها النص على ذلك. اقرأ تفضل. قال: المسألة الثالثة اختلفوا في أقل النفاس وأكثره، فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله، وبه قال الشافعي، فذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود، فقال أبو حنيفة هو 25 يوما، وقال أبو يوسف صاحبه 11 يوما، وقال الحسن البصري 20 يوما، وأما أكثره فقال مالك مرة هو 60 يوما، ثم رجع عن ذلك فقال: يسأل عن ذلك النساء،
وأصحابه ثابتون على القول الأول وبه قال الشافعي. وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره 40 يوما وبه قال أبو حنيفة. وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء فإذا جاوزتها فهي مستحاضة. وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى فقالوا للذكر 30 يوما وللأنثى 40 يوما. وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك، ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال باختلافهم في أيام الحيض والطهر. نعم. قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية ذكر فيها ما يتعلق بالنفاس، يعني مدة النفاس أقله وأكثره. والنفاس في اللغة هو الولادة أو تنفس الرحم بالولد. وعند الفقهاء يقيدون ذلك بالدم الخارج يعني في الولادة، ولهم يذكرون في ذلك 3 حالات. الدم الخارج بعد الولادة فهذا يعد نفاسا بلا خلاف، يعني الدم الخارج بعد انفصال الولد، الدم الخارج بعد انفصال الولد من الرحم هذا يعد نفاسا بلا خلاف. الدم أثناء الولادة ومعها، وهذا أيضا نفاس عند الأكثر، وبه قال أكثر المالكية، وأما الشافعية فلهم 3 أوجه. صوب النووي أنه ليس بنفاس، فقالوا الدم أثناء الولادة هو في حكم دم الحامل، أثناء في حكم دم الحامل، وبالتالي يجوز للزوج أن يراجع زوجته لأنه كالدم الذي تراه الحامل، ولأن النفاس تبدأ مدته من انفصال الولد. فإذا اعتبرنا هذا الدم الخارج أثناء الولادة نفاسا زادت المدة على مدة النفاس على المدة المحدودة. وقيل عند الشافعية أنه نفاس، وقيل له حكم الدم بين التوأمين، حكم الدم بين التوأمين. الدم بين التوأمين، التوأمين متى يسمى توأمين؟ يسمى توأمين إذا لم يكن ما بين خروجهما أكثر من مدة النفاس، ومدة النفاس كما سيأتي أكثر النفاس خلاف وارد، قيل 40 وقيل 60 وقيل 30 وقيل بالتفريق بين الذكر والأنثى. فإذا وضعت المرأة ولدا وبعد مدة بعد أيام وضع الثاني، إن كان ما بينهما أقل زمن أقل من أكثر النفاس سمي ماذا؟ سمي توأمين، وإن كان أزيد فهي بطن جديد. يعني إذا كان وضعت ولدا وبعد أقل من 60 يوما وضع الثاني فيسمي توأمين، أما إذا كان أزيد فهذا بطن جديد. نعم. أما الخارج قبل الولادة، الخارج قبل الولادة فعلى الراجح عند المالكية والشافعية لا يعد نفاسا، لا يعد نفاسا. وفي قول مرجوح عند المالكية أنه نفاس. وعند قول للمالكية أنه إذا كان قريبا من الولادة يعد نفاسا وإلا فلا. وعند الشافعية أيضا في قول إذا انفصل عما بعد الولادة فليس بنفاس، إذا جاءها دم ثم انقطع
ثم وضعت فلا يعد نفاسا. أما إذا اتصل دم الدم مع الولادة سار معها دم وبقي متصلا ثم ولدت، فقيل في رواية عند الشافعية أنه نفاس، وقيل كذلك ليس بنفاس. هذا حقيقة النفاس أو الدم الذي يخرج من الحامل في الولادة أو أثنائها أو قبيل ذلك أو بعدها. هنا أشار إلى مسألة أقل النفاس وأكثره، أقل النفاس وأكثره. أقل النفاس من حيث باعتبار الزمن وباعتبار الخارج وباعتبار المقدار الخارج، فأما باعتبار المقدار فتكفي الدفعة الواحدة، الدفعة الواحدة كافية لجعله ماذا؟ نفاسا. هذا من حيث مقداره. وبه قال مالك والشافعي وهو الصحيح من قول أبي حنيفة، ورويت عنه أقوال أخرى. هذا من حيث مقداره. أما من حيث عدد الأيام فقول الجمهور أنه لا حد لأقله، لا حد لأقله، ولو كان ساعة أو ساعتين. والمراد بالساعة المدة الزمنية ليس بالمدة التي هي جزء من 12 جزءا من النهار، وإنما ولو لحظة يسيرة. وهذا قول مالك والشافعي وجمهور العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما أقل النفاس فقال مالك إذا ولدت المرأة ولو ترى ولم ترى دما اغتسلت وصلت. قال هو قول الأوزاعي والشافعي وأبي عبيد محمد الحسن وأبي ثور، ولم يحد الثوري وأحمد وإسحاق في أقل النفاس قدرا. قال وهناك من حدد كقوله هنا، قال وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود، قيل 25 يوما، قيل 11 يوما، وقيل 20 يوما، وقيل غير ذلك، قيل 3 أيام، وقيل 4 أيام. نعم. والأقوى والله أعلم أنه لا حد لها لأقله، أنه لا حد لأقله. قال ابن عبد البر رحمه الله: التحديد في هذا ضعيف لأنه لا يصح إلا بتوقيف، لا يصح إلا بتوقيف، فلا حد لأقله. هنا مسألة، طيب لو ولدت ولم ترى دما، لو ولدت ولم ترى دما، فالنفاس في اللغة والولادة، فعلى المعنى اللغوي تغتسل، لكن على تعريف الفقهاء يقيدون الولادة بالدم، يقيدون النفاس تنفس الرحم بالولد أو الدم الخارج، الدم الخارج بعد تنفس الرحم بالولد، ثم يختلفون الدم الخارج أثناء الولادة أو قبلها أو بالقرب منها. فإذا اعتبرنا الدم قيدا، فإذا وضعت المرأة من غير
خروج دم معها، على هذا يظهر أنها لا تغتسل. ولهذا ترد المسألة هنا في أنواع الولادة الموجودة في هذا الزمان، الولادة عن طريق العملية القيصرية، يعني يكون الفتح في البطن ويخرج الولد من هناك، فقد لا يخرج مع المرأة دم من محل الولادة من فرجها، فهل يلزمها في هذا غسل أو لا يلزمها؟ نعم، والصحيح أنه يلزمها، وهو ظاهر كلام أكثر العلماء. نعم، لهذا منهم من عرف النفاس بأنه تنفس الرحم بالولد، فإذا ولدت فإنها تغتسل، فإن لم ترى الدم قط اغتسلت من فورها وصلت، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إذا ولدت المرأة ولم ترى دما اغتسلت وصلت، اغتسلت وصلت. نعم، قال النووي رحمه الله تعالى: وبنى صاحب الحاوي، يعني الماوردي صاحب الحاوي الكبير، على ما ذكره من الخلاف في تحديده، تحديد النفاس بساعة، أنها لو ولدت ولم ترى دما أصلا، فإن قلنا إن الولادة بلا دم توجب الغسل، فهل يصح غسلها عقب الولادة أم لا بد من تأخيره ساعة؟ فيه وجهان: إن قلنا محدود لم يصح، وإلا فيصح. قال: وهذا البناء ضعيف، إن بنى على ضعيف، بل الصواب القطع بصحة غسلها، وكيف تمنع صحته بسبب النفاس ولا دم. يعني قال: إذا ولدت وانقطع ولم ترى دما، فهل تنتظر ما يسمى بأقل الحيض وساعة ثم تغتسل، أو بمجرد الولادة تغتسل؟ فإن قلنا لا بد أن تنتظر، لأن أقل الحيض ساعة، فلا يصح أن تغتسل مباشرة، بل تنتظر لحظة من الزمان ثم تغتسل، وإلا القول الثاني تغتسل مباشرة، وهو الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم، وهو أيضا قول مالك الظاهر كما نقلنا، قال: إذا ولدت ولم ترى دما اغتسلت وصلت. نعم، قال بعض الشراح للرسالة أن ظاهر كلام بعض أهل العلم أن الحيض والنفاس ليس بموجبين للغسل بأنفسهما، وإنما الموجب انقطاع الدم. قال: وليس كذلك، ليس كذلك، بل الحيض والنفاس نفسه موجب للغسل، وأما الانقطاع فهو شرط في صحة الغسل، فهو شرط في صحة الغسل. نعم، أيوة. قال: نسب الحديث أقل النفاس لأبي حنيفة وأبي يوسف وعبد البر وغيره، والذي اعتمده الحنفية في كتبه بعدم تحديد أقل النفاس للعبادة. قلنا وهو الصحيح من أبي حنيفة. أيوة، وصل. قال: في هداية مع فتح القدير: وأقل النفاس لا حد له، إنما ذهبوا إلى تحديد أقل النفاس مع ثلاث حيض، إذا احتج إليه كقوله: إذا ولدت بعد طارق، فقالت: مضت عدتي. ففي هذه الحال اختلف الإمام الصحابة في تحديد أقله. نعم، انت انت طيب، قلنا الصحيح عن أبي حنيفة أنه لا قل له، ذكرنا هذا إذا انتبهتم، قلنا الصحيح عن أبي حنيفة أنه لا قل له، ونقل عنه هذا التحديد، لكن زاد المعلق فائدة، وهي أن تحديدهم هذا المنقول إنما هو في مثل أحكام الطلاق وأحكام العدة، أحكام الطلاق، فكأن كلام ابن رشد هنا موهم، فيه تعميم، كأن
المنقول عن أبي حنيفة هذا يعني في مسألة أقل النفاس يعني حتى تطهر، وإنما هو المنقول عند الأحناف في مسألة الاستبراء والطلاق والعدة، يعني لو قالت أنها انتهت عدتها فيقال أن أقل النفاس هو على ما نقل عنهم من الخلاف، قيل 25 وقيل 11 وقيل 20 وقيل غير ذلك. نعم. أما الصحيح عن أبي حنيفة كما ذكرت أنه لا أقل، لا 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 يعني لا حد لأقله، لا حد لأقله. ثم أشار المسألة الثانية وهي ماذا؟ أكثر الحيض من النفاس، وهي ماذا؟ أكثر النفاس. قال وأما أكثره فقال مالك مرة هو 60 يوما ثم رجع، قال شيخنا وقيل أسبوع، يعني بعضهم قال أكثر أسبوع، قال ثم رجع عن ذلك، فقال يسأل عن ذلك النساء، يعني المحدد لهذا المقدار هو عادة النساء، وهي هذه، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد كذلك، رواية عن الإمام أحمد كذلك، لكن أصحاب مالك ثابتون على قوله الأول 60 يوما، وبه قال الشافعي أيضا، وبه قال الشافعي أيضا، وذكر القول الثاني وهو 40 يوما، هذا قول أكثر العلماء، أكثر العلماء، هذا هو المشهور عن الإمام أحمد وأكثر العلماء، أكثر العلماء على أنه 40 يوما، وهو المشهور عن الإمام أحمد، وبه قال أبو حنيفة. وقيل تعتبر المرأة أيام أشباهها، أي ما يسمى بليداتها، أيام ليداتها، أي ما يشبهها من النساء، ما يشبه من النساء، فإذا جاوز هذه المدة فتعد مستحاضة. وبعضهم فرق بين الذكر والأنثى فجعل للذكر 30 وللأنثى 40. نعم. طيب، القول الأول كما ذكرت هو قول مالك والشافعي، وبه قال أيضا أبو ثور، ونقل عن عطاء والشعبي والحجاج بن عطاء وداود. نعم. والرواية الثانية المنقولة عن مالك وهو أنه يسأل في ذلك النساء، نقلها عنه ابن القاسم، نقلها عنه ابن القاسم. والقول الثاني اللي هو 40 يوما هذا قال به أكثر أهل العلم، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعثمان بن أبي العاص وعن أنس بن مالك وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائذ بن عمر المزني، هؤلاء كلهم من الصحابة لا مخالف لهم. وبه قال سفيان الثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة وأصحابه أحمد المشهور عنه وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام. هذان القولان المشهوران عند أهل العلم. وقيل أكثر النفاس 50 يوما ينقل عن الحسن البصري، ونقل الليث بن سعد أن من الناس أي من العلماء من يقول أكثر النفاس 70 يوما، ونقل الأوزاعي عن أهل دمشق أن أكثر النفاس من الغلام 30 يوما ومن الجارية 40 ليلة، كما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ونقل قول شاذ أن النساء تنتظر 7 ليال
أو 14 ليلة ثم تغتسل وتصلي. نقل هذا القول أيضا. والقول بأن أكثره 40 يظهر أقوى دليلا والله أعلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين، إلا من قال بالأربعين، فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم. هذا قول من قول أصحاب رسول الله ولا يعرف لهم مخالف. وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم، لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم، والنفس تسكن إليهم، فأين المهرب عنهم دون سنة أو أصل؟ وبالله التوفيق. هذا كلام من عبد البر في الاستذكار، وله من مثله يعني الكثير من مثل هذا الكلام الذي فيه التأصيل، هو كلام جميل لو أنه يجمع، فيه إشارات في مواضع كثيرة إلى مثل هذا في اعتماد السنة والأخذ بها وعدم مخالفتها، وكذا الأخذ بما كان عليه الصحابة، تقديم فهومهم عن فهوم غيرهم، إلى غير ذلك مما يدور حول هذا المعنى. كلام غاية في الجمال، يعني في القوة والجمال. فهذا القول يظهر أقوى، ومما يؤيد به الحديث المنقول عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما يومئ إلى الرفع، حيث قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما، أو قالت 40 ليلة، تقعد 40 يوما أو 40 ليلة، يعني ثم تغتسل وتصلي. والحديث رواه أبو داود الترمذي والماجه والدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي، ومن قبل الإمام أحمد في مسنده، وقال الإمام النووي: حديث حسن. ونقل عن الخطابي قوله: أثنى البخاري على هذا الحديث. وحقيقة الحديث له طرق كثيرة جدا، ومنها ما فيه ضعف، لكن منها ما يسلم، والأظهر ثبوته، وإن كان منه طرق كثيرة ضعيفة، لكن منها ما يسلم، فهو حديث ثابت وقوي في هذه المسألة، قوي في هذه المسألة. الإمام النووي أجاب عن هذا الأثر، قال: يمكن الجواب عنه من أوجه. الأول أنه محمول على الغالب، محمول على الغالب، يعني غالبه 40 يوما، هذا الذي وجد في العادة وهو الموجود، لكن قد يزيد، لكن قد يزيد. والثاني قال: حمله على نسوة مخصوصات، كما جاء في الرواية التي ذكرناها، في رواية عند أبي داود: كانت المرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام تقعد في النفاس 40 ليلة. والوجه الثالث قال: لا، الأثر ليس فيه دلالة لنفي الزيادة، تقعد 40 لا يوجد أنه لا تزيد، لا يوجد ما يدل على أنه لا تزيد. قال: واعتمد أصحابنا وجها آخر وهو تضعيف الحديث. قال: وهذا مردود، بل الحديث جيد، وإنما ذكرت هذا حتى لا يغتر به، يعني ذكر وجها من أوجه الشافعية في رد هذا القول بتضعيف الحديث، قال: هذا لا مجال له، فالحديث ثابت.
وأما الطرق الأخرى نعم فيها ضعف، لكن حديث أم سلمة ثابت، وإن كان هو يدور على أم بسة هذه، لكن يعني طرقه تدل على أن له أصل وأنه ثابت. والأوجه الذي ذكرها النووي يمكن الجواب عنها وأنها مجرد تأويلات واحتمالات لا تقوى على رد هذا الأثر، ويكفي ما ذكره ابن عبد البر من جهل القول في هذه المسألة كالإجماع من الصحابة الكرام عليهم جميعا الرضوان. ممن اختار بأن أكثر النفاس يزيد على 40 شيخ سمتمي رحمه الله، قال ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، ولو زاد على 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، ولكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب، ولا وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب، يعني الغالب 40، الغالب أن أكثر النفاس 40، لكن ليس ما يمنع من ذلك أن يكون أزيد من ذلك. والأظهر هو قول الجمهور وأكثر العلماء الذين ذكرتهم أن يحمل وأن يحدد النفاس ب40، هذا أكثرهم ب40. نعم، فإذا زاد الدم على ذلك فتعد المرأة ماذا؟ في حكم المستحاضة، في حكم المستحاضة. نعم، ينبه هنا إلى أن الاستظهار لا يقال به في النفاس، مذهب مالك في النفاس لا تستظهر المرأة، وأما الترفيق فعنده في النفاس أيضا، إذا انقطع النفاس فإنها تلفق كما سبق في الحيض. لكن الفرق أن الحائض في تلفيقها المبتدأ تصل إلى 15 يوما، والمعتادة تلفق قدر عادتها مع الاستظهار. بخلاف النفاس 60 يوما. نعم، اقرأ. قال المسألة الرابعة: اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى أن الحامل تحيض، وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض، وأن الدم الظاهر لها دم فساد وعلة إلا أن يصيبها الطلق، فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس، وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من وغير ذلك أعيد وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه. ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة، أحدها أن حكمها حكم الحائض نفسها، أعني إما أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم هي مستحاضة، وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة أيام ما لم يكن مجموع ذلك أكثر من خمسة عشر يوما، وقيل إنها تقعد حائضا ضعف أكثر أيام الحيض، وقيل إنها تضاعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها، ففي الشهر الثاني من حملها تضاعف أيام أكثر الحيض مرتين،
وفي الثالث 3 مرات وفي الرابع 4 مرات وكذلك ما زادت الأشهر. وسبب اختلافهم في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الأمرين، فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا، وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الأطباء. ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر، فيكون دم علة ومرض وهو في الأكثر دم علة. نعم، هذه مسألة من المسائل في هذا الباب، ألا وهي الدم الذي تراه الحامل. الدم الذي تراه الحامل هل هو دم علة وفساد ومرض، أو أنه ماذا؟ أو أنه دم حيض؟ وبعبارة أخرى، هل الحامل تحيض أو لا؟ هل الحامل تحيض أو لا تحيض؟ نعم، هذه هي المسألة، هذه هي المسألة. نعم، فذكر وحكى فيها خلاف العلماء، حكى فيها خلاف العلماء، وأنهم اختلفوا في ذلك قديما وحديثا. فأما مذهب مالك فنقل فيه اضطراب كثير، ويظهر أن متقدمي المالكية على غير على قول غير قول متأخريهم، على قول أو على غير قول متأخريهم. فأصح ما في مذهب مالك رحمه الله تعالى أن الحامل تحيض وهي والحائل على حد سواء، سواء في أحكام الحيض أو في أحكام الاستظهار. وهذه رواية عبد الملك بن حبيب عن مالك قال: وأول الحمل وآخره في ذلك سواء، وهو الصحيح من مذهب مالك والشافعي. فمالك يرى أن الحامل تحيض وحيضها أول الحمل ووسطه وآخره كله ماذا؟ كله سواء، وهي رواية ابن حبيب عن مالك. كذلك المغيرة المخزومي قال: الحامل وغيرها سواء، وهو قول أصبغ وغيره. وعن بعضهم أنها لا تستظهر، وهو رواية ابن القاسم وعلي بن زياد عن مالك أن الحائض الحامل تحيض لكنها تفارق غير الحامل في أنها لا تستظهر، في أنها لا تستظهر. هذا حاصل مذهب مالك. والصواب فيها أن مذهب مالك كون الحامل كالحائل تماما، لا فرق بينهما في الحيض. وأما الاستظهار فعلى قولين، وصحح في المذهب أنها تستظهر. وهذا القول كذلك قال به الشافعي رحمه الله في أصح قوله، لأن له قولان في المذهب في مذهبه. والقول الثاني أن الحامل لا تحيض، فما تراه من الدم ليس بحيض، بل تصلي. طيب، قبل أن ننتقل للقول الثاني نرجع إلى قول المتأخرين من المالكية الذين يفرقون بين أول الحيض ووسطه وآخره، هذا الذي استقر عليه متأخرو المالكية. فقالوا: حيض الحامل من الشهر في الشهر السابع وما بعده،
تمكث من 20 يوما إلى 30. الحامل من الشهر السابع فما فوق إذا جاءها دم يعد حيضا وتمكث من 20 إلى 30، ومن الشهر الثالث إلى السادس تمكث من 15 يوما إلى 20. أما من الشهر الأول والثاني فقيل تمكث بين 15 يوما إلى 20 يوما، وقيل هي كالحائل يعني كغير الحامل، وهذا القول الثاني والمعتمد في المذهب. هذا الذي عليه متأخرو المالكية، وقلنا الصحيح من مذهب مالك كما ذكرت الحامل إذا حاضت هي كالحائل. وذكر مالك رحمه الله تعالى أثرا في الموطأ بلاغا عن عائشة، قال بلغني أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. وسأل مالك بن شهاب الزهري عن المرأة الحامل ترى الدم، قال تكف عن الصلاة. قال مالك وذلك الأمر عندنا، وذلك الأمر عندنا. وروي القول بأن الحامل تحيض عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ونقل أيضا قولا عن الليث بن سعد وقتادة وابن مهدي وابن راهوية والطبري ويحيى بن سعيد وربيعة، قالوا قول عائشة لا اختلاف عندنا عنها في ذلك. نعم. القول الثاني كون الحامل لا تحيض، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وعبد الله بن الحسن العنبري والحسن بن صالح ابن حي، قالوا ما تراه الحامل من الدم والصفرة والكدرة ليس حيضا بل هو من الاستحاضة، فلا يمنعها الصلاة ولا غير ذلك من الأحكام. وقال به جمع من العلماء أيضا كداود بن علي الظاهري ومكحول الدمشقي والحسن البصري، وهو رواية أيضا عن الزهري ومحمد بن المنكدر وجابر بن زيد أبو الشعثاء يعني وعكرمة وعطاء بن أبي رباح والشعبي وإبراهيم النخعي وحماد، وقال به الإمام أحمد وأبو عبيد وأبو ثور. نقل عن الزهري أنه قال الحامل لا تحيض تغتسل وتصلي، وقال أيضا لا يكون حيض على حمل، والاغتسال من باب النظافة ليس من باب كون ما رأته من الدم يعد حيضا. هذا هو القول الثاني. نعم. وهذا القول أقوى، القول الثاني أقوى دليلا، ومن أقوى ما يستدل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس، قال عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. في سبايا أوطاس لما كان في ذلك في تلك السبايا والمغانم النساء، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن وطئهن إلا باستبراء الرحم، فمن كانت حاملا فحتى تضع الحمل، ومن كانت حائلا فحتى ماذا؟ حتى تحيض. فتفريقه بين الحامل والحائل دليل على أن الحامل
لا تحيض، لا لا تحيض، ولو كانت تحيض لقال لا توطأ امرأة حتى تحيض إلا أن تضع الحمل، أو إلا يعني إذا لم تحض فحتى تضع الحمل. هذا الحديث يعني من أقوى ما يستدل به في هذا الباب، رواه أبو داود والدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي، وقبل ذلك من أحمد، قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وقال حافظ بن حجر إسناده حسن، والحديث ثابت، حديث ثابت. نعم، وجاء في الأثر كذلك عن عائشة ما يدل على هذا، يعني روي عنها القول الأول الذي ذكرناه رواه مالك بلاغا عن عائشة أنها تكف، قالت الحامل تكف عن الصلاة إذا رأت الدم. لكن روى الدارمي من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت إن الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي، فلتغتسل ولتصلي. وسند الدارمي رحمه الله إسناد حسن، وجاء من طرق أخرى مما يدل على صحة هذا الأثر، فيكون اغتسالها من باب النظافة. نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، يعني كون المرأة الحامل لا تحيض. ووجه الأثر المنقول عن عائشة قال وما نقل عن عائشة يحمل على الحبلى التي قاربت الوضع، جمعا بين قوليها، يعني القول الذي قالت الحامل لا تحيض، والقول الذي قالت أنها إذا رأت الماء كفت عن الصلاة، يعني يحمل ذاك القول على أنه في حق الحامل التي قاربت الوضع، فكفوا عن الصلاة من باب أنها رأت دم قريبا من الولادة فيعد من دم النفاس، هذا هو المقصود. نعم، فالحديث في سبايا أوطاس حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء على قسمين، الحامل استبراؤها بوضع الحمل، الحائل استبراؤها بالحيضة، فدل على أن الحيضة لا تجتمع مع الحمل لأن الحائل غير الحائض، واستبراء الحائل بالحيض واستبراء الحامل بالوضع، وهذا أظهر دليلا والعلم عند الله. شيخ ابن تيمية رحمه الله يختار أن الحامل تحيض، قال في اختيارات اختيارات البهلي يعني والحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه. نعم، طيب، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المذهبين فقال ذهب أبو حنيفة وأحمد الثوري غيرهم وهم الأكثر إلى أن الحامل لا تحيض، وأن الدم الظاهر لها دم فساد، وإلا إلا أن يصيبها الطلق السقط يعني، فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس، أجمعوا على أنه دم نفاس. قوله أجمع هنا قال شيخنا الوائلي هذا ليس بإجماع بل هو قول مالك وأحمد خلاف الشافعي فلا يرى ذلك. الطلق هذا فيه تفصيل يعني قبل أربعة أشهر أو بعد، إذا كان قبل أربعة أشهر بعد أربعة أشهر فهو نفاس، لكن قبل أربعة أشهر خلاف بين الفقهاء، فقيل نفاس وقيل ليس بنفاس. قالوا أن حكمه حكم الحيض في منع الصلاة وغير ذلك من أحكامه، ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إلى إذا تمادى بها الدم أي استمر من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة، يعني كما فصلناها ذكرناها سابقا. سبب الاضطراب هو اختلاف حالة النساء وتنوعها، قال شيخنا سبب الاضطراب هو اختلاف حالات النساء وتنوعها.
ثم ذكر أقوال. قال: أحدها أن حكمها حكم الحائض نفسها، هذا هو المشهور عن مالك والصحيح مذهبه، أني إما أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم هي مستحاضة، وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة بثلث أيام. الاستظهار قلنا هناك من يقول به وهو رواية أشهب عن مالك، هناك من يقول لا يقول به وهو رواية ابن القاسم عن مالك، والصواب من مذهبه والاستظهار ما لم يكن مجموع ذلك أكثر من 15 يوما، هذا القول الأول. وقيل إنها تقعد حائضا ضعف أيام الحيض، وقيل إنها تضاعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها، ففي الشهر الثاني من حملها تضاعف أيام أكثر الحيض مرتين تصير 30 يوم، وفي الثالث 3 مرات، وفي الرابع 4 مرات، وكذلك ما زادت الأشهر. متأخرو المالكية مستقرين على ما قرره وما قرر عند خليفة مختصري وشروحه، وهو الذي ذكرناه بين الشهر الأول والثاني وبين الثالث والسادس ومن السابع فما فوق. السابع فما فوق تمكث بين 20 إلى 30، الثالث إلى السادس بين 15 إلى 20، والشهر الأول والثاني قيل من 15 إلى 20، وقيل هي كالحائل، واختلفوا تستظهر أو لا تستظهر، واستصوبوا من مذهب مالك أنها تستظهر. هذا خلاصة مذهبه رحمة الله عليه. وأما سبب الخلاف فقال: عسر الوقوف على ذلك بالتجربة، اختلاط الأمرين يعني دم الحيض ومع دم الفاسد ودم العلة الذي يأتي للحامل، فكيف تميز؟ ثم ذكر تفسيرا طبيا، قال: إذا كانت قوة المرأة وافرة يعني لها قوة، وكان الجنين صغيرا، أمكن أن يكون حمل على حمل، يكون حمل على حمل ثاني، كما حكاه البقراط وجالينوس وسائر الأطباء. ومرة يكون الدم الذي طلع الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر، فيكون دم علة ومرض. يعني المرة الأولى قال كون المرأة وافرة والجنين يكون صغيرا، ف ذلك لا يمنع وجود دم الحيض، لا يمنع وجود دم الحيض، ويمكن يكون حمل على حمل، حمل على حمل. وأحيانا قد يكون فيها ضعف وكذا في الجنين، فالدم هو دم فساد ودم علة. نعم. طيب، هذا خلاصة ما يمكن يذكر في هذه المسألة. شيخنا الوائل رحمه الله له تلخيص في هذه المسألة، يعني حشيت به على الكتاب، نذكره تلخيصا. قال: الأئمة الأربعة على قسمين، المالكية والشافعية يقولون الحامل تحيض، الحنابلة والحنفية يقولون لا تحيض، وكل منهم له أدلته. قال: من قال تحيض قالوا لأنها ترى الدم بصفة الحيض فهو حيض، وهو دم جاء في زمن الحيض فيعد حيضا. ثالثا: هذا الدم له أمارات، له أمران، إما دم فساد أو دم صحة، وهذا هو دم الحيض، والآخر هو دم المرض، فصار الدم مترددا بين أمرين، والأصل هو الصحة فيكون دم حيض. وأما من قال لا تحيض الحامل قالوا لأن الشريعة اعتبرت الحيض دليلا على براءة الرحم، ولذلك نرى أن الحرة تعتد والمملوكة يستبرأ رحمها، فإذا قلنا الحامل تحيض فقد عارض ما جاء به الشرع، الشرع استقر أن الحيض دليلا على براءة الرحم من الحمل، فما دامت حاملا لا تحيض، إن قلنا تحيض فهذا قول مقابل للشريعة. الثاني قالوا الحائض يحرم تطليقها وهي حائض كما في حديث ابن عمر، لكن الحامل إذا ظهرت علامات الحمل فبالاتفاق يجوز تطليقها، والحائض يحرم تطليقها، وعليه فالحامل لا تحيض. ورد الأولون أن سبب النهي عن تطليق الحائض هو أنه تطول عدتها بخلاف الحامل. هذا خلاصة ما ذكره شيخنا
في المسألة، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. لعلنا نقتصر بهذا إلى هذا الحد، والله أعلم. إذا كان في مسألة تعلق بالباء تفضلوا. نعم، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.